السلام عليكم يا صحباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كي درتو شويه؟ كي داير الوليدات؟ كي داير الرجال ديالكم؟ لاباس عليهم؟ كي داير مع الصحه؟ وتوحشتكم بزاف، وانا جيت نوريكم الطبيعه كي دايره والخضره اللي زرعنا. ها وجيت نقلع شويه القزبور ونوريهم الخضره. الخضره باقا ما دايراش. لا القزبور واجد، غنقلع القزبور. هذا القزبور ها هو، بسم الله. ايوا حنا نقلعو القزبور ونمشيو نضربو دويره. ها القزبور ها هو، هذه الفلفله. ها هي دايره. ها دير دير شويه. ها ها هي بقات تدير. هذه الحاره لا الحارة. الحارة. من الزاود دوك الطوال. هذه مطيشة، احنا درنا لها الكبريت. درنا الكبريتة ديال المطيشة باش ما تتقيصهاش ديك الدودة. كتسري للمشاهدين. تنديرو الكبريت المطيشة باش ما تديرش الدودة. باش ما تديرش ديك تتقب. هذه الفلفله، هذه الفلفله الحلوه. هذه الفلفله الحلوه، هذه اللوبيا ها هي منوره. هذه اللوبيا ديال الطياب، اللوبيا اللي تتيبس. لا ماشي لاريكو، اللوبيا ديك البيضه. هذه الطبيعه زوينه ديالنا، هادي الموضع فين زرعنا الخضرة. هادي كلها فلفلة، هادي كلها فلفلة. مازال مازال تتكبر. دابا نصورو لهم عاوتاني محيت تتكبر. ها هي محيت توجد. ها هي ها ها هي دايرة. ها ها هي راها تدير، غير خصها حتى تغلط تطوال وتتغلط الفلفلة. ها تتغلط الشجره ديالها كتكبر. تتكبر الشجره ديالها تتولي كبيره. هذا الدنجال، هذا الباشيه ديال الدنجال. هي هذه ها هي راه داير. ها هو ها ها هو ها ها هو تيدير. ها ها هو كبير. ها دابا ذوق. ها غير قولي للمشاهدين بالله، هذا الدنجال وهذا ما كنديروش حنا، حتى كنبيعو منهم. تا ما تنبيعو منهم ما والو، غير الناس ولينا حنا. اي تناكلو منهم. و حنا اللي كنديرو البيع هي البصله وبطاطا. البصله وبطاطا، هادي الذره. البصله وبطاطا هي اللي تنبيعو. اييه وما هادي تنديرو غير ثلاثه د الباشيات ربعه غير للدار والناس. الله يقبل يا سيدي ربي. هادي الذره، الذره الخضراء اللي تتشوى. تنزرعوها فوسط اللوبيا. هادي خلاص كلها لوبيا. هادي هادي كلها لوبيا. هادي خلاص تنديروها للزريع، وحتى هي لا بغينا نبيعو تنبيعو. تنبيعو الى قوينا بزاف تنبيعو منها. تنخليو للزريع عاوتاني العام الجاي ان شاء الله يا ربي. هادي الدرة تنديروها للشويه، تنشويو ما تنديروش بزاف. لا تنديروها غير اللي تنشويو. كسيبه تنديروا لها الدرا اللي في وسط البصله تنقويوها. هذا فكرون، ها هو دالع في الخلا. ها هو غادي كيرا، غادي تيرعى. غادي نجيب لكم عليه واحد السرابه. هذا قال لك واحد الفكرون والجرانة تجاوجو، حيت تجاوج الفكرون والجرانة. دابا غير حيت لقيتو غادي نجيب لكم عليه السرابة. فكرون والجرانة تجاوجو، حيت تجاوجو يا سيدي واحد النهاريات نادو تعاركو. تعاركو ناد الفكرون قال للجرانة مالك يا الحرش البرشا فين ما طيري تخلي رشا. قالت له هي مالك يا محزز الرويص
يا حمر العوينات يا مشق الرجيلات. قالت له هي انا ما حمر ما محزت راسي غير بالرزه والشاشيه، وما حمر عينيا غير بالشوفه في بنات عشيه، وما مشق رجليا غير بالبلغ الزيوانيه. غضبت مشات تحشات في الواد، ناد هو طلع الحموم ومشى لواحد الحجر ديال العيون وقعد. جا الخروف يشرب، قال له مالك هاي مهموم يا طالي الحموم يا القعد على حجر العيون. قال له يا انا اللي نطلي الحموم ونقعد على حجر العيون، اللي مشات لي هايمه مهمومه وصباحها تقول قلومه، كون ما خفت من اللومه كون هضمت الدشر وزدت اللحومه. قال له انا نمشي نجيبها لك. مشى تيدق عليها حفره غار في حدا الواد ومحشيه فيه، دق عليها الدف طف دف دف. قالت له شكون اللي تيدق لي على غاري وانا حفرته بضفاري وصفاري حتى عماشي وعينيا؟ قالت له قالها هذا عمك الخروف. نوضي تكلمي راجلك الى هذاك سيدي ربي حشومه عليك. قالت له سير لزريبتك وتنعس في غبارك، انا ما ولايا عنده لا اليوم ولا غدا. مشى بحالها تغضب، جا العود يشرب. قال له مالك يا الهي مهموم يا طالي الحموم يا القعد على حجر العيون. قال له يا انا اللي نطلي الحموم ونقعد على حجر العيون، اللي مشات لي هيمه مهمومه وصباحها تقول قلومه، كون ما خفت من اللومه كون هضمت الدشر وزدت اللحومه. قال له انا نمشي نجيبها لك. مشى دق عليها الدف الدف الدف. قالت له شكون اللي تيدق لي على غاري وانا حفرته بضفاري وصفاري حتى عماشي وعينيا؟ قال لها تخرجي امك ولا غادي نرد عظامك غبار. نقزت وجات قدامه تمت غاديه، هو شافها الفكرون وقال لها شكون هذيك اللي جايه مع الحويط الحويط كجواهر في الخويط؟ نقزت وجات فوق ظهره وتحشاو في الواد. وبالسلامه عليكم. اييه قصيده محيت قينا الفكرون كلها المعاني. اييه ايوا كتسمع انا هضرتي ما كتسمعش. ما نعرف هضرتي ما كتسمعش. قولي عاودي واش كلها فيها معاني؟ قولي لا كلها معاني هادي. اييه هذا هاد القصيده جبتها لكم ملي لقينا الفكرون. ها هو غادي دلع مسكين. ها هنا كتارين، هنا كتارين. هذا التحريف، هذه هي زريعه البصله، هذه هي الزريعه اللي تنديروا للبصله، تندقوها تنحيدوا لها هذه الكباله هذه بحال هكا. ها هذه تنقرضوها بحال هكا تتيبس، وتنخليوها في السطوحه، تنديروها في السطوحه ولا فوق شي باش حتى تتيبس، وتندقوها وفيها الزريعه كحله. في معده دير الزريعه كحله، هذيك الزريعه كحله تنخزنوها. هذيك هي النقله ديال البصله اللي تتولي بصله، هي هذه. هي هذه احنا زرعنا ساعه هذا العام، تضرب كلها على الناس تضرب، ما جاش مزيان تضرب. جيت نوريكم الزريعه ديال البصله والخضره هذا الفدان ديال البصله. هذه البصله تنكثروا منها بزاف، ما لحقاش تنبيعوها. هذه البصله تنزرعوا منها بزاف باش تنبيعوها، وتنزرعوا بالجناب ديالها القرعه. هذه القرعه، هذه القرعه الحمراء مازال ما دايرهاش. هذه البصله تنقويو البصله بزاف، تنديروها للبيع. هذه البصله هي تتكبر دابا، ها هي تدير الراس. ها هي تتكبر تبارك الله يا ربي. ها البصله هذه الصيفيه اليابسه اللي تتكون يابسه اللي تنيبسو، هذه هي البصله اللي تنخزنو. بقى عاد تتكبر. هذا الفدان ديال البصله، وعندنا في جوايح اخرين ماشي غير هذه. اللهم عندنا جوايح اخرين تبارك الله يا ربي، ما عندناش غير هذه. عندنا في موضع شويه بعاد علينا، هذه غير اللي حدانا. وهاد القرعه تنزرعوها في الجناب ديال البصله حتى تكبر وتحمر،
تنقلعوا منها تنخضروا منها حتى تكون صغيره، والاخرى تنخليوها حتى تتكبر تتولي حمراء ديال الطعام. اييه غنضربوا هاد البهايم تياكلوا التحريف، تياكلوا زريعه البصله. رزيد شا شريش شا شريش شا زيد را را لي را زيد شا شريش را را شا سري را لي را را. إوا جينا ضربنا بكم دويره، ما بغيناش نخليو القناه خاويه ونونسوكم شويه. إوا ما نخليوكمش بلاش، غير بعدا باش فين باش تلهاو تشوفوا فينا شويه فهاد حتى حنا ولفناكم. ما تنبغيوش نقعدوا بلا بيكم، والله القسم ما تنبغي نقعد بلا بيكم بالله. الا غراني مشغوله بزاف هذاك الشيء، باش قلت خليني نمشي نضرب دويره نوري المشاهدين ديالي الخضره، ونوريهم البصله، ونوريهم اللوبيا والقزبور والدنجال والفلفله. باقي ان شاء الله نديروا فيديوهات اخرين ان شاء الله يا سيدي ربي. خليني غنسالي نكمل الصباغه ان شاء الله، راني كملتها بقى غير واحد اليومين ان شاء الله يا سيدي ربي. ايوا نبدا معكم ان شاء الله من جديد ان شاء الله يا ربي، هاني ما نخليكمش بلاش. ايوا وسمحوا لي سمحوا لي بزاف، نجينا نديو شويه ديال القزبور، قلنا نضربوا به نضربوا لكم دويره في هذه الخضيره، غير ما نخليوكمش بلاش واقفين. هذه تويريز دي تنديرها على الشمس، دي تويريز ديالي تنديرها على الشمس باش ما تضرني الشمس في وجهي. هذه التويريزه ديالي تنديرها في الشمس. يلا قولي مع السلامه. ايوا وبالسلامه عليكم، والله يهنيكم وسمحوا لي، راني غير ما بغيتش نخليكم ما تلقاو ما تشوفوا، جيت نضرب بكم دويره وسمحوا لي بزاف. والله يستركم ويحفظكم ويحفظكم ما استر اللسان بين السنان، ويحفظ حفظكم ويحفظ وليداتكم. وكاع اللي عيطوا لولدي وسولوا فيا الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. وشكرا شكرا شكرا بزاف، راني تنبغيكم وتنحماق عليكم، راه سيدي ربي اللي شاهد وعالم. كاع اللي تيعيط لي راني ما مسالياش باش نرد عليه وباش نجاوبو، وسمحوا لي بزاف راني ما مسالياش، والله القسم ما مساليه. خليني نسالي ان شاء الله، وغادي نكون معكم ديما حتى نموت ان شاء الله يا سيدي ربي، انا معاكم وانا بجنبكم. وبالسلامه عليكم، والله يهنيكم وسمحوا لي بزاف، الله يعمل سيدي ربي يستركم وينجيكم ويحفظكم. وبسلامه.